اهلا بكم، انا سامي من فوزي اكاديمي. النهاردة هفتح الاوتوكاد 2014 وبلاقي الرسالة دي ومعظمكم بيلاقيها، اللي هي بتقول an executable file was found outside of the specified trusted location. What do you want to do؟ رسالك هتعمل ايه؟ دي رسالة security message. الاوتوكاد 14 او 2014 اوجدها علشان يساعدك انك انت ما تحملش حاجات من مواقع او من فولدرات تكون معيوبة او فيها شيء خبيث او فيروس او ايا كان، وبديك التحذير ده عشان انت تختار لنفسك. ونقدر ندخل على الحكاية دي من Trusted Bus، ممكن نحط حاجة اسمها Trusted Bus ونحط لها، نقول والله الفولدر الفلاني والفولدر العناني دول مأمونين، او ان احنا نسيبها فاضية معناها ان مفيش خالص اي فولدر عندك انت بتطمن له، وبالتالي ما بتحملش من اي فولدرات، اللي هي الفايلات اللي هي الجافا سكريبت والHTML. دوت السيستم فاريبل دي تراست دومين، دي تراست باس. وممكن نوصل للحكايه دي عن التراست دومين، يعني انت عندك لو انت شغال اونلاين برضو بتحط بعض المواقع اللي انت بتعمل لها زي الاوتوديسك والاوتوكاد والكلام ده كله، بتحطها كمواقع انت ممكن تحمل عليها الفايلات اللي هي الHTML والجافا سكريبت وكل الكلام ده. لو سبتها فاضيه يبقى انت ايه، مش محمل اي موقع او اي شيء، انت مش واثق في اي من المواقع ديت، وبالتالي انت ما بتحملش السكريبت ديت او الاوتوليسب او لغات البرمجة او الكلام ده كله. زي ما احنا شايفين هنا هو حاطط المواقع وليها ترتيب في الكتابات، لو انت سايبها فاضية يبقى ما فيش ولا موقع. وممكن برضو ندخل عن طريق الاوبشنز، لما بنروح على الاوبشن بنلاقي تحت فايل فيه هنا Trusted Location، بتضغط عليها بيجيب لك اختار اللوكيشن اللي انت عايز تقول عليها فين انها مأمونة، وبتختار الفولدرات اللي انت عايزها وبتقول اوكي او كانسل. في هذه الحالة السيستم هنا بيديك المسج اللي انت، لو انت مش عايز المسج دي تجيلك خالص، في عندك اوبشن اهي في السيستم، بتضغط على السيتنج بيديلك الثلاثة اوبشن دول. ده الاوبشن اللي هو الديفولت اللي بيديك تحذير، ممكن ما يديكش تحذير، ممكن يحمل لك الحاجات من على اي موقع انت عايزه او اي فولدر انت عايزه. طبعا ده بترجع لكل واحد فيكم لو هو مأمن الكمبيوتر بتاعه وتراستد يعني. شكرا لكم، أرجو أنكم تشيروا هذا الملف.